الصورة المستندية لشيكات القبض، وتتم كالتالي: طلب سند قبض ويجب اعتماده من قبل المراجع أو المدير المالي حسب سياسة كل شركة، وبمجرد اعتماده يتم تحويله إلى سند قبض فعلي ثم يتم ترحيله. وهناك 4 طرق للترحيل: تاريخ المستند، تاريخ الاستحقاق، ترحيل آلي، إدخال الاستحقاق يدويا. وهي الطريقة الأكثر استخداما والتي سنتناولها في هذا الفيديو، ثم يتم طباعة التقرير. وتكون قيود طريقة إدخال الاستحقاق يدويا كالتالي: أولا، عند استلام الشيك يكون القيد من حساب صندوق شيكات تحت التحصيل إلى حساب أوراق قبض. ثانيا، عند تحصيل الشيك من البنك ويكون القيد من مذكورين حساب أوراق قبض حساب البنك إلى مذكورين حساب صندوق شيكات تحت التحصيل وحساب العميل. وبالتطبيق على الأونكس يتم الدخول أولا على شاشة الحسابات الوسيطة لتعريف حسابين: حساب شيكات بنك تحت التحصيل وحساب أوراق القبض على أنهم حسابات وسيطة. ثم يتم الدخول إلى شاشة طلبات سندات القبض، ونقوم بعمل إضافة، نختار شيك، رقم البنك F9، رقم البنك الوسيط، صندوق شيكات بنك تحت التحصيل، رقم المركز، مبلغ الشيك، طريقة الترحيل، إدخال الاستحقاق يدويا، نوع المستند عام، رقم الحساب F9 حساب عميل، مبلغ الشيك، رقم المركز، رقم الشيك، تاريخ الاستحقاق، ثم نضغط حفظ. ثم نقوم باعتماد الطلب وحفظه. ثم نقوم بتحويل الطلب المعتمد إلى سند قبض فعلي من شاشة سند القبض عن طريق عمل إضافة، نختار شيك، رقم البنك الوسيط F9، صندوق شيكات بنك تحت التحصيل، رقم المركز، إنزال البيانات من طلب سند قبض، رقم الطلب F9، انتر، ونقوم بترحيل السند من شاشة الترحيلات، نختار نوع الوثيقة، سند قبض، طريقة الترحيل، اختيار، نقوم بعرض تفاصيل الشيك، نؤشر عليه، ثم نقوم بترحيله. وبالدخول على شاشة الشيكات المستحقة للسداد يدويا، نقوم بتحديد نوع السند سندات قبض، رقم البنك F9، البنك الوسيط، صندوق شيكات بنك تحت التحصيل، إلى رقم البنك الوسيط، ثم نقوم بعرض تفاصيل. نضغط على تعديل، ويتم اختيار الشيك المرحل وتحديد أنه مستحق، وتحديد البنك الذي سيتم الصرف الفعلي منه، ثم نقوم بالحفظ. ثم نقوم بالترحيل مرة أخرى عن طريق اختيار نوع الوثيقة، شيكات سندات القبض، طريقة الترحيل، اختيار، يتم عرض تفاصيل الشيك، ثم يتم التأشير عليه، ثم ترحيله. وتتمثل المرحلة الأخيرة في الدخول على شاشة تقارير كشف الحساب لاستعراض كشف حساب البنك الذي سيتم صرف الشيك منه. نختار نوع كشف الحساب، بنوك، وفي رقم الحساب F9، نستعرض البنك الذي سيتم الصرف الفعلي منه، ثم نقوم بالطباعة. نجد سند قبض الشيك الذي تم ترحيله بقيمة 1000 جنيه.